ارتياح واسع عما الطبقة السياسية والفاعلين بموريتانيا إثر توضيحات وزارة الخارجية المغربية الرافضة لتصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حول موضوع الوحدة الترابية لموريتانيا. الدبلوماسية المغربية وصفت تصريحات حميد شباط بالخطيرة وغير المسؤولة، معلنة احترام المغرب لسيادة موريتانيا ووحدته الترابية. عدة أحزاب سياسية أصدرت بيانات مرحبة ببلاغ الخارجية وتذكر بالعلاقات العريقة المتميزة التي تربط البلدين والاحترام الكبير الذي طبع على الدوام العلاقات بين البلدين. أحزاب بارزة في المعارضة الموريتانية أشادت بالمواقف المبدئية والأخوية الصادرة عن المملكة المغربية الشقيقة. هذه علاقات عابرة للأنظمة، عابرة للحالات والحساسيات السياسية الراهنة، بالتالي لا يمكن إلا أن تكون قوية ومتينة، لأن الأسس التي قامت عليها لا يمكن أن يزعزعها تصريح من هنا ولا تصريح من هناك. ندعو النخب السياسية وأصحاب الرأي أن تنظر إلى هذه العلاقة على حقيقتها، علاقة استراتيجية عابرة لكل الاعتبارات والمحطات الراهنة التي يمكن أن تعطي علاقة بين أي دولتين في أي زمان وفي أي مكان. منتدى معارضة موريتانيا وأكبر ائتلافاتها السياسية بادر بالتعبير عن ارتياحه لبيان الدبلوماسية المغربية، معتبرا الخطوة موقفا منتظرا من المملكة المغربية تمليه العلاقات والروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين. كما هو معلوم كانت تصريحات سيد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال نشاز، إلا أن بيان وزارة الخارجية المغربية جاء ليصحح الموقف ويؤكد على حقيقة العلاقة التاريخية القائمة بين البلدين ومسؤولية كل منهما في المحافظة على هذه العلاقة في أبعادها الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية. وثمن عليا بيان الخارجية المغربية اللي جاء في إطار مساء العقلاء إن صح التعبير من طرف الملك المغربي اللي دائما يسعى للصلح ما بين دول القارة، خاصة الشعب الموريتاني ما يرتبط به من علاقات أخوية قديمة. أيضا هذا البيان أيضا وهذه الرد الدبلوماسية التي جاءت كتقدير للعلاقة اللي تربط الشعب الموريتاني بالشعب المغربي. المغرب وعبر بيان الخارجية وضع معالم جديدة لتطوير علاقته مع موريتانيا للوصول إلى مستوى شراكة استراتيجية في مواجهة ما تمر به الساحة الدولية والإقليمية من تحديات أمنية ليس أقلها خطورة الإرهاب والجريمة المنظمة.